صباح الفل. لاباس كده رين صبا. النهارده انا رايح اتفرج على ماتش المغرب والبرازيل، ماتش جامد. في الفيديو ده هتشوفوا فيه التفاصيل اليوم كله من اوله لاخره. انا مسافر دلوقتي طنجة، عندي قطار البراق الساعه 58 دقيقه من الرباط لطنجة، ويعني هتعيشوا معايا الجو كله. يلا بينا. دي بقى محطه الرباط اجدال، محطه من اجمل ما يمكن واغلب المحطات بالجمال ده. Bienvenue à bord du train grande vitesse numéro 1009 à destination de Tangéville. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Ah, bdaou. C'est deux ajouets, bdaou min daba. ووصلنا طنجة، طنجة الغالية، ومعايا سهيل. سهيل شاب الله يعمرها دار، اتلاقيت بيه في كذا وهو اللي دورني في كذا. فجايين النهارده عشان نتفرج على الماتش، وان شاء الله هتبقى اجواء جامدة. ندور في طنجة، وجايين ندور في طنجة من الصبح بدري ونتفرج على معالم طنجة. ف يلا بينا نشوفوا طنجة كاملة. مازال عندنا الوقت نقدر نشوفوا طنجة كاملة. نقدر. يلا الصبح دابا 10 الصباح، الماتش 10 الليل، عندنا 12 ساعة. 12 ساعة احنا صايمين. 12 ساعة واحنا صايمين. يلا بينا. دي مدينة طنجة الغالية، مدينة طنجة أجمل مما يمكن. بصوا هناك البيوت البيضاء، هناك المدينة، وادي البحر اللي في الوش ده، الميناء، ميناء طنجة ده كله أغلبه يخوت، وده البحر، ده البحر الأبيض المتوسط، حاجة الله يعمرها دار، حاجة جامدة. وهناك بقيه المدينه والجبل، وهي الكورنيش ديالها عامل زي نص طبق، يعني بحس الكورنيش ده عامل زي اسكندريه فعلا، نص طبق بس جامد. ودلوقتي وصلنا مارينا طنجة. المارينا دي هتلاقي كلها يخوت، حاجه في اي بي، بسم الله ما شاء الله جامده. واعر 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 واعر. دلوقتي رايحين نركب اتوبيس، في اتوبيس ب 80 درهم، اتوبيس احمر بدورين، بيلف حرفيا كل مزارات طنجة، وبياخد طنجة من على الكورنيش ومن جوه، فتجربة جامدة لأي حد جاي طنجة يجربها، فهنروح نجربه. هو الساعة 2 واحنا رايحين دلوقتي ان احنا نركبه، تجربة جامدة، يلا بينا نشوفها. المهم لما بنيجي نحجز التذكرة بتاعت الباص ده، بنيجي نحجزها من هنا، المكان دوت موجود في الجزء ده جنب المرسى، جنب المسجد ده، بنيجي نحجز وبنركب الاوتوبيس من هنا. هي مالها بردت كده؟ بردت. ودلوقتي جينا المنارة، دي المنارة اللي موجودة على 200 درهم. هات ارى هات ال 200 درهم كده. دي ال 200 درهم مغربية، اكبر ورقة هنا، هردها لك الصبر. وهي نفس المنارة هي اللي موجودة. ماشي؟ اجي جاك ماشي، يمكن مش ماشي. Вот это всё это правда, это всё это на
حتى رقم ثلاثة أغوي نمت خوا ولا حافيد. حتى رقم ثلاثة محب ولا حافيد. برادو نمير تريس ولا حافيد. ستيشن نمبر تري ولا حافيد. ودلوقتي وصلنا للملعب ملعب ابن بطوطة وصحابي هناك هم معهم الأكل اللي احنا هناكله. احنا الأذان أذن واحنا كل ده ما فطرناش, فطرنا بس قصرنا صيامنا ببلحة. وإن شاء الله نشوف مكان نقعد فيه ونفطر وبعد كده بقى ندخل ونعيش الأجواء. دلوقتي قعدنا وهنفطر دلوقتي. الملعب ورايا هو منظر يجنن يجنن يجنن. نقعد نفطر وندخل بإذن الله للملعب. ودخلت ده مكاني. هنطلع فوق ونشوف مكاننا فين. انا ما زلت مش مصدق ان انا خلاص داخل لمكان اللي هقعد فيه في المدرجات وابقى شايف الملعب. انا داخل قبل الماتش بساعتين وعشان الاقي مكان وعلشان يكون احسن وكده, وبما اني اصلا جاي مقضي يوم من الاول فان شاء الله نعيش الاجواء من اولها. كل كرسي ملزوق عليه حاجة في تيفو. كل كرسي ملزوق عليه التيفو دياله. ده شكل الملعب. ان شاء الله هيتملي دلوقتي. السنة انا اللي جاي بدري.
من اجمل الحاجات في حياتك اللي تعملها انك تتفرج على ماتش لمنتخب المغرب، تحضر وسطهم تشجيع حماس حماس التسعين دقيقة حرفيا، مش تشجيع واحد ولا اتنين ولا تلاتة، دول عندهم كمية تشجيعات رهيبة، حاجة جامدة جامدة جامدة. اعتقد بعد الاجواء ديت انتوا اتبسطتوا جدا وانا اتبسطت، والحمد لله كان لي الشرف ان احضر النهارده اول ماتش
في حياتي لمنتخب المغرب. شكرا جدا 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 على التجربة اللي اكتر من رائعة دي. انا بسطت جدا جدا جدا، وان شاء الله احضر ماتشات اكتر اكتر لمنتخب المغرب. ديما مروكو.